بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، في أمطار على بعض المحافظات والمدن. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس النهاردة، وخاصة أن في موجة من الأمطار القوية النهاردة في محافظات مصر. القاهرة هيكون 20%، محافظات أخرى 40 و60% نسبة سقوط الأمطار. عايزين نطمن لأن فعلا إحنا الأسبوع اللي فات كان في أمطار شديدة جدا. بالفعل الأسبوع الماضي كان في أمطار شديدة، لكن إحنا بدأنا نشعر بتحسن في الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع، ويمكن بداية الأسبوع إن شاء الله نطمن كل السادة المشاهدين. فرص الأمطار اليوم إن شاء الله مش هتكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، هي فرص أمطار خفيفة نتيجة وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بتتكاثر معها السحب المنخفضة والمتوسطة على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، شمال البلاد عموما، وهيكون معها السحب دي فرص لسقوط الأمطار. الأمطار دي هتكون على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، هتمتد كمان لكافه محافظات الوجه البحري، وقد تمتد كمان للقاهره الكبرى بنسبه حدوث لا تتجاوز ال 20 الى 30% على القاهره الكبرى. بالاضافه كمان اليوم هتستمر درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، اجواء خريفيه مستقره خلال فترات النهار على اغلب انحاء الجمهوريه، اجواء مائله للحراره فتره النهار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه، بالاضافه كمان محافظات شمال الصعيد، اجواء حاره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء فتره النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هنلاحظ الانخفاض الكبير في درجات الحراره، ويمكن الايام القادمه ان شاء الله هيكون في مزيد من الانخفاض في درجات الحراره خلال فترات الليل. الاجواء بتكون اجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. بالاضافه كمان مع الاستقرار في الاحوال الجويه هتكون الظاهره الجويه المؤثره هي وجود الشبوره المائيه الصباح الباكر. لكن النهارده كانت نسبه الرطوبه مرتفعه في ساعات الاولى من الصباح، يعني بعد الفجر من بعد الساعه 4 كانت نسبه الرطوبه عاليه شويه. بالفعل مع ارتفاع نسب الرطوبه وهدوء سرعات الرياح هتتكون الشبوره المائيه اللي هتؤدي كمان لانخفاض في الرؤيه الافقيه، بدات تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. فمهم جدا قائدي المركبات والمسافرين على الطرق في ميعاد تكون الشبوره المائيه لازم القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور، لانها هتكون مؤثره معانا خلال الايام القادمه كمان. الاجواء دي هتستمر معانا ان شاء الله على مدار هذا الاسبوع، يمكن كمان مع منتصف الاسبوع هنلاحظ انخفاض في درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل. تمام. حابين نطمن برضو على الملاحه البحريه، يمكن حضرتك قلتي ان في نسب امطار على السواحل الشماليه هتكون اقوى يعني من القاهره قليلا، لكن عايزين نطمن على حاله الملاحه البحريه والبحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر. هي طبعا حاله الملاحه البحريه على البحر المتوسط او حتى البحر الاحمر تعتبر معتدله، البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. ارتفاع الامواج على البحر المتوسط بيكون ما بين 1.5 متر ل2 متر، ايضا البحر الاحمر ارتفاع الامواج بيكون فيما بين 1.5 ل2 متر، فنقدر نقول ان هم مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. هو مهم خلال الايام القادمه ناخد بالنا من نوعيه الملابس خاصه خلال فترات الليل المتاخره والصباح الباكر، لان هيحصل تباين في درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل، فترات النهار هنشعر بالدفء، فترات الليل هنشعر بالاجواء البارده او المائله للبروده. فمهم جدا ان احنا نرتدي ملابس خريفيه ويكون معانا جاكيت خفيف لو بنخرج في الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا في الساعات المتاخره من الليل لو حسينا بانخفاض درجات الحراره. صحيح نرتدي. وانا بشكر كمان يعني الخريف دايما معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، فمهم جدا متابعه النشرات الجويه. لسه كنت هاكد على حضرتك، بشكرك طبعا على المتابعة اليومية معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأ من القاهرة، والعظمى 27، الصغرى 20، العاصمة الإدارية 27-20، الإسكندرية 26-20، العلمين الجديدة 26-19، مطروح 25-16، دمياط 26-20، بورسعيد 26-21، الإسماعيلية 28-19، السويس 27-20، العريش 27-20، كاترين 22-13، طابة 27-20، حلايب 28-24،
شلاتين 31-22، شرم الشيخ 30-23، الغردقة 31-22، الفيوم 28-19، بني سويف 28-18، الوادي الجديد 31-16، أسيوط 29-17، سوهاج 29-18، قنا 30-19، الأقصر 32-19، وأخيرا أسوان 33-19. بنأكد على حضراتكم مرة ثانية توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية، وكمان في الساعات المتأخرة من الليل يجب ارتداء ملابس تكون أثقل شوية من النهار علشان اختلاف درجات الحرارة المتباينة ما بين الصباح وما بين فترات الليل المتأخرة. هرجع مرة تانية لجمانة وبسنت عشان نكمل معكم فقرة صباح خير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.